الحياة حديثنا الآن مش يكون حول موسم التخفيضات الصيفية. كتبونا انتوما قولونا مشيتوا شريتوا لقيتوا اللي حشتكم به، كان التخفيض كما تحبوا انتوما. هذية انتوما بتبيع اللي المستهلكين مش تعطيونا رأيكم فيه، لكن نحن مش ناخذوا معانا الآن رئيس غرفة تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة سي محسن بن ساسي، مع هو مش نعملوا تقييم للموسم ونفهموا علاش تم التمديد فيه فترة أخرى وحتى الوقتاش مش يكون التمديد. سي محسن صباح النور، نهارك طيب. نهارك سعيد، فاخير ليك فاخير سادة سيدة المستمعين الكل، أهلا وسهلا بيك. موسم التخفيضات الصيفية 2024 كيفاش كان حسب تقييمكم انتوما تجار الأقمشة والملابس الجاهزة، ويظهر لي من أكثر التجار المنخرطين في هذا الموسم؟ أكيد هو السكتور التكستيل الملابس الجاهزة والأقمشة هو الأكثر سكتور اللي هو منخرط في التخفيضات الموسمية. كما تعرف بدأ يوم 17 سبتمبر والمفروض أنه يوم 7 أوت سمحني يوفى نهاية يوم يوفى 17 سبتمبر فهمني. موسم التخفيضات أنت قلت كيفاش بدأ، بكل صراحة بنسق ضعيف وضعيف جدا مالوريزمون، هو من مفهوم علاش داير الاشياء بالاشياء اللي احنا فهمناها اللي كونوا كان الطقس حار جدا فهمتني، كانت المناخ صعيب شويه لما حالها في السخانه جينا في اوسو كما نقولوا بالعاميه بتاعنا في التونسي، جينا في طنبك اوسو ونحن بدينا سولت في طنبك سخانة، الناس مصيفة، الناس تعوم في البحر معناها. الثقافة الجديدة نتاعنا عندنا العباد اللي تخرج للخلاعة ياسر تويت، هذاك علاش لقينا اللي مكونوا الديماراج نتاع السولد كان ضعيف برشا برشا برشا. وعلى ذوء الملاحظة هذه خممتوا أنكم تبدلوا الموعد مثلا في السنوات القادمة؟ بدينا نحكيو أكيد، بدينا نحكيو توا مع الغرف واحد كل شيء باش نشوفوا باش نتفقوا نتوافقوا في تغيير الموعد هذايا، خاطر ولا في موادوت اللي بكونوا ولا صعيب ياسر باش نجموا نقوموا بالسولد نظرا للظروف تاع العباد ايش موجوده باش نقدموه زاد ما يساعدش برشا، باش نوخروه برشا زاد ما يساعدش، خاطر احنا ديما نقارنوه بالعوده المدرسيه. نجموا نعملوه شهر سبتمبر الكل مثلا، من غره سبتمبر لنهايه شهر سبتمبر 30 يوم مثلا، مازلنا توا كل انسان ساعات رايه، لكن مازلنا نشوفوا بعدين نجلسوا مع وزارة التجارة ونعطيوا الاقتراحات بتاعنا ونعطيه في التويت. وهذا اللي خلى أسباب اللي بكونوا عديد التجار اللي خطر شفنا بعد، وأنا قلتها دايور في عديد المناسبات قلت راهو المحتشم صحيح لو ديماراج، أنا متأكد وقتها كنت متفائل قلت إن شاء الله مع عودة المدرسية نلقاو بإذن الله حركية أخرى. وقلتها معانا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وما قلتها، قلت توا كي نعملوا تقييم للجماعتين الأولانيين لقينا اللي الإقبال كان ضعيف ونظرا للحرارة، لكن توا مش يبداو الناس يمشيوا يشريوا لأنه يستعدوا للعودة المدرسية. عندنا نسب في مع سبتمبر والاستعدادات العودة مثلا قديش نسبة الزيادة في الإقبال؟ أو والله شوف نسبة الزيادة في الإقبال ما نجمش نقومها لك كل صراحة، ما عنديش فكرة باش نجم مي اللي نقول لك اللي بكونوا فما توا في جميع في عديد الولايات وفي تونس خاصة قاعدين تونس الكبرى قاعدين نشوفوا في حركية باهية فهمني، ومع هذاك شفنا احنا ان التجار طلبوا منا باش يزيدوا يمدوا في 15 يوم، تعرف احنا تعب فكان ديما عندنا هذه نزيدوا 15 يوم، لكن المدة هذه فما فترة قلنا ما عادش نزيدوا لأنه خاطر وقت قدمنا مقترحات في تنقيح القانون قلنا ماذا بينا ما عادش نقعدوا شهر ونص وشهرين كاملين احنا في السلطة فهمني، كان من جملة التنقيحات طلبنا باش نكونوا نوليو نعملوا أربع جمعات بركة في السلطة. وكما تزيدوا في المدة زيدونا في النسبة متاع التخفيض زيادة سي أكيد سي محسن. ما شاء الله توا النسبة في التخفيض قاعد تشوف في 50 و60%، وفما تجار اللي قالوا عملوا تروزيام دي مارك والتروزيام دي مارك بور معناها بور ليكيدي هذه شو هو، خلينا نفهموا ساعة السولد شنو هو السولد، راهو هو التاجر يبدا بكوليكسيون وبعدين في آخر السيزون
باش يخرجك الكوليكسيون نتاعو هذيك، باش ما تقعدش كلي توندونس هذوك يقعدوا تاع السنه، باش العام الجاي يجيب لك دوتر موديل ويجيب التوندونس الجديده. وزيد يساعدهم على خاطر قادمين على فصل الشتاء، يعني اللبسه هذيك الكل نتاع الصيف ما عادش مش يستحقوها، مش تقعد العام الجاي ما عادش مش تتباع، فيكون من الافضل انه يخفضوا الاسعار، مش الناس تنجم تشري حسب القدره الشرائيه نتاعهم. وهذاك هو اللي قاعد صاير، وهذاك هو اللي قاعد صاير، قاعدين نشوفوا لو ميكرو تروتوار ونسمعوا فما ما في كلام. نقول لك صراحة الناس تقول فما ناس شكرت وفما ناس اللي ذمت، فهمتني، وما فما سولد وفما ناس قالك ايه وبارك الله فيهم ولقينا المنحازة المناسبة، ويلزمنا نخمو توا اليوم نحطوا اليد في اليد ونخدموا على لو برودوي تونيزيان. أكيد سي لو بلوز امبورتون. نستهلكوا تونسي، مش نعاونوا التاجر التونسي، مش نعاونوا اقتصادنا التونسي، مش زاد ونضمنوا حتى الجودة والحرف اللي صنع واللي خيط واللي هذا. شوف الجودة راهي موجودة عندنا والحمد لله في تونس موجودة، وعندنا تقاليدنا وعندنا زاد سمعتنا في تونس في الخارج. أنت تعرف اللي قاعدين أو نيفو دو ليكسبور أون إيتي كلاسي سانكيام مونديالمون، اللي قاعد يزود في أوروبا في الماتير التكستيل. تخرج لبرا تشري قطعة من البرا تحل تيكي من داخل تلقى فابريكي اون تونيزي، ومشكورة برشا السلعة اللي مكتوب عليها فابريكي اون تونيزي، وقال لي والحمد لله ومشكورة. وشوفوا معناها تقاليدنا موجودة عندنا والغدوة موجودة الحمد لله. يعني فينا ما حتى الوقت مش يقعد سوليد ميلا، ضفنا جمعتين أخرين معناها في ضيوف يوم 17 سبتمبر طلبنا بعثنا المطلب للسيد مدير العام للابحاث في وزاره التجاره وطلبنا منه زياده في جمعتين اخرين بعد 17 سبتمبر. يعني يوفى 2-3 اكتوبر باذن الله ان شاء الله. ما صاب تكملوا دخلوا الكراتب والادوات المدرسيه في السوق؟ لا احنا وزاره التجاره مش انتم اما ليه قلت بالمناسبه هذه خاطر شوف بالمناسبة احنا ليش عملناها؟ احنا باش نعملوا نخلقوا الحركية بور ديناميزي ان بو هكا الموفمون. بالمناسبة هذه نعمل نداء لزملائنا وخيانا اللي في المكاتب اللي يبيعوا في الأدوات المدرسية كلك سوا الكرتابة الكراسة القلم، فهمتي، باش ينخرطوا لماكسيموم. خاطر تشوف اليوم يلزمنا نلتفوا مع بعضنا ونحطوا اليد باليد ونعاونوا بعضنا للغايه منها لبلوسيما. شكرا لك سي محسن بن سيس، يعطيك الصحه. رئيس غرفه تجاره الاقمشه والملابس الجاهزه، موسم السولد مازال متواصل، يقعد حتى بدايه شهر اكتوبر هكا تقرر. ان شاء الله تلقاو اللي حاجتكم به بالاسعار اللي تساعدكم الناس الكل. تو 47 دقيقه هاي جات، شكوني هي؟ اسمها نجوى، لقبها طالبي، تقدم لكم الأخبار الرياضية بعد لحظات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.